هي دي بتبقى بترجع لحضرتك للخبره، عدد سنين الخبره وكده، تبقى في حاجه اسمها الحاسه الجمركيه. الحاسه الجمركيه دي جديده بقى، مش الحاسه السادسه، الحاسه الجمركيه. الحاسه الجمركيه ايوه، الحاسه الجمركيه دي عن طريق الوقت والخبره في الشغل وكده، فبنقدر نحدد الراكب اللي جاي ده ممكن يكون معاه حاجه او ما معهوش حاجه من طريقه نظره عينيه، لون نظره عينيه، لون الدم في الوجه، تمام، لون العينين، الحاجات دي كلها بتدينا مؤشر. لون العينين بيتغير؟ لون العينين ازاي؟ الركاب اخر ضبطيات مسكناها كان هيروين، الراكب البياض اللي في العين ده كله احمر، نتيجة ان هم عشان الراكب يبقى ثابت وماشي ثابت ما يصيرش الانتباه او ما يبقاش في حالة ارتباك شديدة، فبيدوله جرعة مخدرات بحيث ان هو يبقى ثابت وماشي ثابت، ما يلفتش انتباه ليه، فدي بتترك اثر على لون البياض في العينين. بس في نقطة انا عاوز اقولها، لون البشرة، ولون البشرة، لون الدم في الوجه، بيبقى الدم هربان من الوجه، بيبقى الدم هربان من الوجه. بيحاول دايما يتكلم في التليفون، ده اللي هو بيتكلم في التليفون وهو داخل على اللجنه عشان يتكلم في التليفون، تلاقيه مش مركز. نرجع بقى للشق، يعني العدد اللي بيمر من امامكم 20 30 الف واحد في اليوم، وممكن اكتر كمان، ممكن اكتر، بتطلع معاهم مصايب كتير تهدد المواطن المصري، تهدد شباب مصر، الأقراص اللي بتخش شرايين شباب، أدوية مخدرة، أدوية المخدرة، تغييب العقل المصري وتغييب الشاب المصري. شاهدنا بعد الثورة يعني عمليات تهريب ودخول، محاولات لاقتحام مصر بمخدرات بأسلحة. إزاي؟ قولي بقى إيه الحاجات آخر أهم حاجة، القضايا آخر حاجة ضبطناها حضرتك كان 4 كيلو هيروين خام داخل ايس بوكس اللي هو الثلاجه البلاستيك دي، عباره عن 8 لفافات، 4 لفافات في الجنب اليمين و4 لفافات في الجنب الشمال للايس بوكس، وداخل الايس بوكس طبعا لحوم ومأكولات مجمده وكده. الشك جه في الراكب الاول نتيجه برضو عينيه والنظره وارتباكه وكده، بدأنا نفتح الايس بوكس لقينا فيه اطعمه، هو قال فيه اطعمه وكده، فلقينا فعلا، لقينا فيه اطعمه فعلا، خرجنا الاطعمه من داخل الايس بوكس، اتبقى فيه شويه ميه، فضينا الميه اللي في الايس بوكس، حجمه تقيل، الوزن بتاعه اتقل من الوزن الطبيعي ليه، يعني احنا مع الوقت وممارسه العمل فبنمسك الحاجه بنقدر نقيم وزنها، فالوزن بتاعه مش طبيعي، وزن تقيل شويه، بالاضافه للحواف بتاعته في اثار مفك فيه. فيها مفك اتفتحت، يعني الايس بوكس ده اتفتح قبل كده معايا حضرتك، فده اللي خلينا شكينا اكتر وعرضنا طبعا الامر على الاداره عندنا، فقررنا ان احنا نفتح الايس بوكس. مجرد فتح الايس بوكس لقينا فيه اللفافات الهيروين، لفافات الهيروين، لحظه عثوركم على حاجه زي كده انهار الراكب، الراكب هينهار اساسا في 60 دقيقه، لكن انتوا لحظتكم احنا بنبقى في قمه سعاده، بيبقى قمه سعاده بالنسبه لنا ساعه لما بنمسك ضبطيات زي كده، جون بقى طبعا طبعا، وخصوصا ان احنا قبل كده ماسكين حوالي 22 كيلو هيروين في فتره قريبه بس قبل الثوره. 22 كيلو هيروين خام في ضربه واحده؟ مش في ضربه واحده، اول حاجه كان 11 كيلو هيروين في نفس الورديه اللي هي شغاله دي دلوقتي، بعديها 2 كيلو 600 كان معايا انا، كان في قاع سحري في شنطه، والقاع معمول في مصنع الشنط، ومعمول بمكبس، في مصنع شنط ومكبس ومعمول بكله، ومحطوط فويل وكربون عليها عشان تعتم على اجهزه الاكسري بحيث ما يتكشفش في المطار اللي هو جاي منه، بالاضافه ان لو الشنط فيه الكلاب اللي هي المخدرات ما تكتشفهاش برضو، تمام، وجت بمجهود شخص من الجمرك، بدون معلومه، بدون اجهزه، بدون اي شيء، لمجرد بس الشك في الراكب اللي جاي. على قائمه المخدرات ايه اكتر يعني مخدرات بتيجي على نمره واحد؟ الهيروين مثلا؟ هو الهيروين، الهيروين نمره واحد، وخصوصا ان هو بيبقى هيروين خام، اللي المحاضره اللي احنا مسكناها دي كلها هيروين خام. الكيلو يعني ايه هيروين خام؟ هيروين خام الكيلو بيتخلط في مصر هنا بيتضاف عليه يا 5 كيلو، من 5 كيلو ل 10 كيلو. ايوه. فالكيلو بيعمل من 5 ل 10 كيلو هيروين داخل البلد هنا. ايوه. يعني لو 25 كيلو هيروين اللي احنا منعناهم يعني 250 كيلو هيروين كانوا هيخشوا البلد.
250 كيلو هيروين كانوا هيخشوا بمجهود شخصي لمأمور الجمارك، بمجهود شخصي لمأمور الجمارك بس بدون أجهزة، بدون معلومة، بدون تحريات، بدون إرشاد، بدون أي حاجة. بيكافئوكوا بقى؟ الحمد لله الحمد لله. يعني انت الحمد لله 250 كيلو هيروين كان ممكن يخشوا البلد يعني مئات الملايين لما نترجم ال 25 يدخلوا البلد وبعد كده يتخلطوا في البلد فيوصلوا للرقم ده. بس القانون ما عندكوش حق تاخده بتبقى فيه مكافآت؟ لا فيه مكافآت، بتبقى مكافآت فورية بيديها لنا رئيس المصلحة وممكن الوزير وكده يعني. بالنسبة لل احنا قلنا الهيروين نمره واحد، نمره الهيروين الادويه بقى في ادويه، في بتبقى ادويه بالنسبه لنا كوصول دايما بتبقى ادويه اللي هي قليله في البلد شويه زي ادويه الفيروس سي دي بتبقى كتير، ادويه الكانسر سواء الكانسر ودي ممنوعه؟ لا مش ممنوعه، هي في شروط قانونيه لاستيراد الادويه فالراكب اللي بيبقى جايبها مش متبع الشروط، يعني لو حاجه شخصيه لو حاجه شخصيه مفيش مشكله لكن اللي بنتكلم عليه اللي جايبها يتاجر فيها الكميه التجاريه، الكميه التجاريه لو دخل اقر بيها فبيدخل الصاله الحمراء. طب امال البنجو والحشيش والحاجات؟ لا البنجو ده حاجات محليه، حاجات محليه يعني الحشيش اتمسك حشيش 10 كيلو حشيش قبل كده 10 كيلو 10 كيلو حشيش في شيله واحده في شنطه برضو في قاع برضو الشنطة. كله بيبقى في قاع كله بيبقى في قاع احنا واحنا بنفتح حضرتك الشنطه اللي فيها الهيروين عشان نحافظ عليها برضو للراكب ما تبوظش احنا شاكين فيها قاع بس مش عايزين الشنطه تبوظ فلازم لازم نشوف ايه اللي تحت القاع بتاع الشنطه فجبنا مفك عملنا خرم بسيط عشان الشنطه ما تبوظش بتاعت الراكب فمجرد ما عملنا السوق بكده دخل طلع الهيروين طلع نط الهيروين فاضطرينا بقى نكسر القاع يمين وشمال عشان نطلع بالظبط بالظبط كده بس بعد ما اتاكدنا انتوا تقطعوها بعد ما اتاكدنا طيب احنا عايزين بقى نعرف اهم الجنسيات اللي احنا بنشوف منها بلاوي اللي بتدخل مصر مصايب هو برضه عشان العلاقات بين الدول الدبلوماسيه والعلاقات بين الدول فهو كل محاضر الهيروين يمسكني يعني من احدى الجنسيات العربيه من الجنسيه احدى جنسيه عربيه جنسيه عربيه هي اللي بتدخل فيها ثوره مستمره للآن جنسيه عربيه فيها ثوره مستمره حتى الآن اكبر حتى الآن حتى الآن ولم تنتهي بعد اكبر مهربي الهيروين الى مصر